نكمل اخبارنا الايجابيه والخبر القادم من اخبار الجودو وخاص باللاعب اسلام الشهابي. الحقيقه اسلام الشهابي واحد من نجوم الجودو المصريين ومصنفين عالميا، وحصل النهارده على حكم من المحكمه الرياضيه الدوليه ببراءته من تهمه تناول المنشطات، واللي كانت السبب في صدور قرار في العام الماضي بايقافه المده. الحقيقه كانت كبيره جدا، مده 8 سنوات، وكانت السبب في ان هو اعلن اعتزاله بسبب العقوبه القاسيه دي. النهارده المحكمه الرياضيه بتبرئ اسلام الشهابي اللي كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. خليني اقرا لحضراتكم اسلام قال ايه. قال: الحمد لله حكمت محكمه التحكيم الرياضيه الدوليه بالغاء عقوبه الوقف لمده 8 سنوات واللي كانت قد فرضتها عليا العام الماضي المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، وذلك بعد ان وجدت المحكمه الدوليه عدم ثبوت مخالفه الكود الدولي لمكافحه المنشطات في حقي، والحمد لله ان يسر لي رفع اسم مصر في العديد والعديد من البطولات العالميه والدوليه والقاريه على مدار اكثر من 17 سنه، وانا اتشرف بخدمه بلدي دائما. وبهذه المناسبه اود ان اشكر فريق المحاميين الدوليين الذي مثلني امام محكمه التحكيم الرياضيه الدوليه، أستاذ عبد الله الشهابي وأستاذة إنجي حمزاوي، وعلى الاهتمام الكبير والاحترافية الشديدة في التعامل مع الموضوع من أول يوم وحتى صدور الحكم. أحب أن أشكر كل واحد وقف معايا في المحنة دي، وأخص بالذكر أسرتي وأخويا ورفيق الدرب الكابتن هشام مصباح، ولا يفوتني كذلك أن أشكر كل من الدكتور أسامة غنيم والدكتورة هانم الأمير لما يبذلونه من جهد وعلى الأسلوب المحترم في التعامل، وإنني أعلن تنازلي عما حكم به لصالحي من مبالغ مالية كتعويض لأضعه تحت تصرف المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. الحقيقة خبر بيسعدنا كلنا، وكلام البطل إسلام الشهابي يحترم ويعبر عن فعلا بطل حصل على حقه أمام العالم كله، وإن هو يتنازل عن كل التعويضات ويخليها لمنظمة مكافحة المنشطات في مصر. ده شيء رائع جدا من بطل تعودنا منه على رفع اسم مصر زي ما هو قال في العديد والعديد من المحافل الدولية.